بارتياح كبير تلقت السلطه الفلسطينيه اول توضيح رسمي من الاداره الامريكيه الجديده بشان سياستها تجاه الصراع الاسرائيلي الفلسطيني فاعلان اداره بايدن تبنيها خيار حل الدولتين ورفض الخطوات احاديه الجانب بما فيها الاستيطان اضافه لاعلانها فتح البعثه الفلسطينيه في واشنطن واستئناف الدعم الامريكي للانروا وللسلطه خطوات ترى فيها القياده الفلسطينيه طيا لصفحه صفقه القرن وفرصه لاعاده احياء مسار التسويه. كلمة مثل أمريكا في كانت واضحة وضوح الشمس وتفصيل أكثر نعم ممكن البناء عليها ثلاث سنوات إجاف كانت صعبة طوية صفحتها الآن يعني ستبدأ صفحة جديدة موقفنا واضح تنفيذ قرارات الشرعية الدولية حل الدولتين توجهات الاداره الامريكيه الجديده وان تبنت اعتبار القدس عاصمه لاسرائيل ودعمت اتفاقات التطبيع فانها تحمل تقدما ايجابيا للفلسطينيين بحسب بعض المتابعين السياسيين حيث يرون انها ستساهم في الحد من الاندفاع الاسرائيلي لفرض الوقائع على الارض لكنها في ذات الوقت لن تخرج عن المالوف في ظل التحالف الاستراتيجي بين الولايات المتحده واسرائيل إدارة بايدن لن تستطيع أن تقفز على ما فعله ترامب في مواضيع ولكنها تستطيع أيضاً أن تقفز عن أمور أخرى فعله ترامب بمعنى آخر الالتزام بأمن إسرائيل وحماية إسرائيل ربما إبقاء السفارة الأمريكية في القدس المحتلة وتسعى السلطة الفلسطينية للاستفادة من توجهات إدارة بايدن تجاه الاستيطان التي تضاعف في عهد ترامب وصولا لعقد مؤتمر دولي للسلام وتوسيع دائره الدول المشاركه في لجنه الرباعيه الدوليه. كما كان متوقعا تعود اداره بايدن الى السياسه الامريكيه التقليديه فيما يخص الملف الفلسطيني الاسرائيلي. سياسه تقوم بحسب الفلسطينيين على اداره الصراع دون حله وسط امال بتنحيه صفقه القرن واثارها جانبا. ابراهيم خلف تي ار تي عربي رام الله.